فقرة الجمال اليوم راح نتكلم عن اكسسوارات الشعر. بما انه اليوم الحلقة كلها مخصصة لرمضان فاكيد اكسسوارات الشعر من القطع اللي تضيف جمالية للتنسيق كامل. وحلو انه نستغل فرصة الجلابيات ونضيف الاكسسوارات اللي شوية بيها حركة مبالغ بيها مع الجلابيات تطلع حلوة وبنفس الوقت تكمل الاطلالة. فاليوم انا والبنات محضرين اكسسوارات مختلفة للشعر. اول اكسسوار حابه اتكلم عنه للشعر هو مصنوع كله من الليلو. طبعا الليلو دائما يكون كلاسيك وحاضر بكل الاوقات، لكن مع الجلابيات ممكن يعطينا فخامه اكثر ويعطينا اضافه حلوه للتسريحه. فمثل ما نشوف بالصوره تسريحه الشعر جدا حلوه، انه نحط لها مثل بروش مصنوع من الليلو. الليلو عباره عن بأعواد، وعلى حافه الاعواد عباره عن ليلو كبير، راح يعطينا تنسيق حلو بنفس الوقت كل شرهم مع الجلابيات ويعطيها فخامه ورقي. حلو بان اللولو ما تروح موتة ابدا، ونقدر ننسقه باكثر من تنسيقه على الشعر. وايضا من الاشياء اللي صارها اكثر من رمضان معانا هي حبال الشعر اللي نعرف بتكون باللون الميتاليك الفضي او الذهبي او اي لون انتم تحبون تختاروه وتنسقوه مع اطلالاتكم الرمضانيه. وايضا اختيار هيك انواع حلو انه تخلوه اذا اختاريتوا الضفيره للشعر. مثل ما نعرف تسريحة الضفيرة جدا بسيطة، فحلو إذا ضفنا لها هيك أنواع من الحبال راح تنطيها أكثر أناقة وأكثر رقي. فعلا بنات مثل ما قلتوا رمضان صار له كم سنة كأنها ما مرتبط بترندز اكسسوارات الشعر، يعني كل رمضان يجي نشوف الترندز تبدي تطلع كأنه ما صار موسم لهذا الشيء، فهسه بما إنه مقبلين عليها حلو إنه نجرب اكسسوارات جديدة مع تسريحات جديدة، لأنه رمضان تكثر به القعدات مثل ما قلنا، فحلو إنه نغير بستايلنا شوية وتسريحات شعرنا. من الترندز اللي كانت كلش دارجه باكسسوارات الشعر بالسنوات الاخيره وهسه مكمله ويانا هي ترندز الاوراق المعدنيه بالالوان الفضي والذهبي وغيرها الكثير. هذا النوع كلش حلو انه مثل يلزق على الشعر، تقدرين تستخدميه بطرق مختلفه حسب التسريحه اللي انت تعتمديها، يعني ممكن تحطيه فقط على جنب، ممكن تحطيه مثل ما تشوف بالصوره مع ضفيره تزينين بشعرك من الخلف، تقدرين هم تحطيه من الامام مثلا على فرق الشعر من الامام على حسب التسريحه اللي انت تعتمديها. فكلش حلو نوع من الاكسسوارات انه احنا نستغلها باكثر من طريقه لانها جدا بسيطه، نقدر حتى بالبيت نسويها او بالصالون وتغير لنا اللوك بالكامل. فعلا بنات حلوه اكسسوارات الشعر وتعطي فخامه وتحلي تحلينا احنا بنفس الوقت.